أبنائي طلبة وطالبات التعليم الفني، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة مادة رسم الفني للصف الثاني شعبة ملابس جاهزة. كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن كيفية أخذ المقاسات الخاصة بالأطفال، وإن احنا كان في عندنا جداول خاصة بالكلام ده. الجداول دي بتتقسم لسنون معينة، كل فئة عمرية أنا بعمل لها جدول مخصوص، وكنت لازم أحدد سن الطفل وأحدد طول الطفل اللي موجود عندي، علشان بناء على سنه وطوله لو هم متوافقين مع الجدول كنت ببدأ أستخرج المقاسات الخاصة بالطفل ده. علشان إيه الكلام ده؟ أنا علشان أجهز وأستعد لرسم باترون أنفذ بيه قطعة ملبسية للطفل. طيب أنا دلوقتي أخدت المرة اللي فاتت طريقة رسم الكورساج، وبعض حبايبي فاكرين يعني ايه كلمة الكورساج، قلنا اللي هو عبارة عن جزء العلوي من الباترون الخاص بالاطفال او باي حد او بالسيدات. ده بالنسبة للكورساج. كنا فاكرين كمان واخدنا طريقة عمل الباترون ازاي انا بنفذه، قلت بناء على مجموعة من المقاسات. المقاسات دي انا بعمل لها تقسيم معين، وهنراجع سوا بس بسرعة، ويا ريت كلكم تكونوا معايا ومصحصحين في ان انا ازاي بعمل الباترون بتاعي او برسم الباترون الخاص بكورساج الاطفال. اول حاجة كنت ببني عليها الباترون بتاعي كان هي مين؟ برافو، في حد بيقول لي دوران الصدر، او بنسميه محيط الصدر، سواء محيط او دوران هياها. وكنت دايما باخد دوران الصدر ده اقسمه على الاثنين، واتفقنا المرة اللي فاتت كان عندنا مجموعة كبيرة من الاتفاقات ان انا اول حاجة بتفق عليها ان انا دايما بقسم دوران الصدر على الاثنين عشان ارسم الباترون بتاعي. ليه؟ علشان انا برسم اصلا نص باترون، لان انا عندي النصف الامام، النصف الباترون الامام، النصف اليمين متماثل مع النصف الشمال، وكذلك بالنسبة للخلف النصف اليمين متماثل مع النصف الشمال. فأنا لما برسم ايه؟ برسم نصف الباترون، نصف أمامي ونصف خلفي. ولما أوزع على القماش بوزع على قماش طبقتين، أو بعمل عملية تكرار لأجزاء الباترون اللي موجودة عندي. ده بالنسبة لأول حاجة أنا كنت بعملها. وكنت بعد كده بعمل إيه كمان؟ بعد ما برسم الباترون بتاعي المفروض إن أنا ببدأ إن أنا ألونه، وكنا قلنا الألوان كانت الأمام لي باللون الأحمر والخلف باللون الأزرق علشان أميز الأجزاء بتاعتي. ليه؟ علشان خاطر لما أجي أوزعها وأبدأ أشرح الباترون بتاعي وأوزعه كأجزاء صغيرة ما يتلخبطش معايا وتدخل أجزاء في بعض. طيب نراجع سوا كده انا كنت برسم الباترون ازاي. هنرسم سوا وهنراجع مع بعض. اول حاجة هرسمها كان ايه؟ كان في حاجة كده اتفقنا عليها المرة اللي فاتت، مين فاكر؟ برافو، سمع حد بيقول لي انا كنت برسم بمقياس رسم. ليه مقياس رسم؟ لان المقاس الطبيعي عايز فرخ ورق كبير، وانا شغال دلوقتي في الكراسة في المدرسة، اللي بقى انا لازم اعمل ايه؟ اعمل عملية تصغير للباترون بتاعي. ممكن في ملابس الأطفال أنا بستخدم مقياس رسم واحد لاثنين، يعني بصغر الباترون بتاعي للنص. وأحيانا لأن المقاسات ده عشان أنا أعمل لها تعشيق وتوزيع السكتش بتاعي والكراسة مش هتكفي، فبضطر أن أنا أعمل مقياس رسم واحد لأربعة، يعني بصغر للربع أو بالتلت. الكلام ده مين اللي بيحدده؟ الكلام ده بيحدده ورقة الامتحان، أو بيحدده التصميم اللي عندي أو المستر في الفصل على حسب ما بيطلب مني. وكنت اتفقنا معاكم المرة اللي فاتت إن احنا هنتمرن خلال الأسبوع ده إن احنا نرسم الباترون بأكتر من مقياس رسم علشان أتعود على عملية التقسيم. كل المقاسات بتاعتي أنا بقسمها بطريقة عادية جدا زي ما كنا خدنا وطريقة التقسيم بتاعتي. طب وبعدين؟ قلت الناتج النهائي اللي المفروض أنا أرسمه هو ده اللي كنت بيني ما بينكم كده بعمل ايه؟ بقسمه على الاثنين لو انا شغال بمقياس رسم واحد لاثنين، او بقسمه على الثلاثة لو انا شغال بمقياس رسم واحد لثلاثة. بس لما بكتب على الباترون بتاعي بكتب المقاس الفعلي اللي هو ناتج القسمة، ناتج القسمة. لكن المقاس اللي انا برسم بيه ده محدش يعرفه، ده سر بيني وبينكم. طيب تعالوا كده نبدأ نرسم. اول حاجة برسم ايه؟ باتروني بيبقى عبارة عن مستطيل، واتفقت معاكم ان انا عشان ارسم عرض الباترون كنت باخد نص دوران الصدر واضيف له اربعة اساسي. هنحدد اهو، هنرسم سوا مع بعض وهنراجع بسرعة بمقاسات مصغرة علشان هنبدأ نوزع عليها موديل، وهو ده الغرض من ان انا ليه باخد باترون الكورساج عشان ابدأ اوزع موديلات.
وهو ده الهدف الأساسي، إن أنا برسم باترونات عشان أعمل عليها تصميمات متنوعة أقدر فعلا أنفذها بعد كده للأطفال أو لأي حد، ممكن لأختي الصغيرة أو لأخويا الصغير لو أنا باخد موديلات أطفال أولاد. طيب نبدأ نرسم مع بعض. أول حاجة هعملها هرسم المستطيل بتاعي، واتفقت معاكم كمان ان انا لما ببدا ارسم المستطيل يا اولاد لازم احدد المسافات العلويه. ليه؟ علشان المستطيل، علشان المستطيل بتاعي ما يجيش مايل كده ولا مايل كده. قلت لا، لازم احدد من اول الورقه بتاعتي مقاس معين، وبناء على المقاس ده انا ببدا ارسم بدايه المستطيل. هنرسم سوا مع بعض اهو. ده عرض الباترون بتاعي اللي كنت قلت جه منين. كان جه من نص، سوري، نص محيط الصدر. انا براجع بسرعه معلش، لان احنا اوريدي شرحناها المره اللي فاتت، زائد 4 سنتي اساسي، وببدا انزل بطول الباترون. طول الباترون كان كام؟ قلت اول حاجه انا بنزل بطول الظهر، بس طول الظهر ده باخده منين؟ بعد ما بنزل الاول مقدار 1.25 اللي هو عمق حردة الرقبة الخلفية، ومن بعد النقطة دي انا بقيس طول الظهر اللي موجود عندي، وبقفل المستطيل. بس انا هنا هقول لكم تعالوا نكبر بالمرة شوية كده واحنا ماسكين، ولا بلاش. خلينا ناخد حتة حتة وبعدين ندخل على التصميم بتاعنا اللي احنا هناخده. انا كده حددت عرض المستطيل وطوله. دلوقتي باجي هنا احدد عرض او حردة الرقبة الخلفية، وكنا قلنا ان هي عبارة عن 5، ها ايوه برافو، محيط الرقبة ناقص 2 من 10، ناقص 2 ملي بس، وبحدد حردة الرقبة وارسمها بدوران خفيف خالص. بعد كده كنت بنزل من نقطة السنتي وربع دي، بنزل هنا مقدار ايه؟ قال لي مقدار ربع عمق الإبط، ربع عمق الإبط ناقص 2 سنتي. نخلي بالنا في فرق يا أولاد بين 2 من 10، يعني 2 ملي بس، ودي 2 سنتي بحالهم، دي غير دي. باخد هنا كده المقدار بتاع خط ميل الكتف اللي هو بيبقى ناتج من ربع عمق الإبط ناقص 2 سنتي، وبرسم خط أفقي بدون مقاس اهو لنص الباترون تقريبا. وبعد كده من نفس نقطة السنتي وربع بنزل لأسفل مقدار عمق الإبط زائد 1 سنتي، وبرسم خط عمق الإبط. الحاجات دي كلها احنا بنراجعها سوا. طيب وبعدين قال لي انا عندي هنا ده حردة الرقبة وده خط ميل الكتف، او بنسميه خط ارتكاز الكتف كده او كده، صح العبارة ما فيهاش مشكلة، وده خط عمق الإبط وكان ده خط طول الظهر. بعد كده بحدد عرض الظهر كنت بجيبه منين. كنت بجيبه من نص عرض الظهر زائد نص سنتي، وبحط النقطة بتاعتي وبطلع بيها عمود يتقابل مع خط ميل الكتف. وبعد كده ايه كمان؟ قال لي باجي هنا احدد خط الكتف. خط الكتف كنت بجيبه منين؟ قال لي ده كان بيبقى موجود في المقاسات بتاعتي، بس انا بعمل له اضافه صغيره وليكن 3 ملي بس. ليه؟ قال لي علشان خاطر عندي دايما في خط الكتف في بروز من ورا في الظهر بتاع الانسان، اي انسان، ده تصميم اللي ربنا خلقنا بيه، في انحناء شويه او في بروز. البروز ده عشان انا اريحه في التصميم بتاعي، وما يبقاش خط الكتف شادد وحرضه الابط مش مرتاحه، والنونو يجي يلبس الفستان او النونه تيجي تلبس الفستان نسمع تك 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 تك، اللي بيحصل خط الكتف بيتقطع مني لانه مش مرتاح ومش مظبوط. عشان انا اريح خط الكتف ده والبروز كنت لازم اعمل ايه؟ لازم اضيف التلاتة ملي دول. وطبعا كل ما المقاس بيكبر، يعني هنلاقيه لما ببدا اخد تصميمات خاصه بالمقاسات الكبيره بلاقي المقاس ده بيبقى سنتي مش 3 ملي، فكل ما المقاس كبر المقاس ده بيكبر شويه وبيتوزع على هيئه تشريب صغير اثناء عمليه تنفيذ الموديل بتاعي وتثبيت كتف الامام في كتف الخلف. طيب هاجي هنا كده اهو هبدا اثبت. فاكرين انا كنت برسم خط الكتف ازاي؟ في ناس بتقول لي احنا بنمشي وبنزحلق المسطره، برافو عليكم. فعلا انا بثبت السفر بتاعي عند بدايه الرقبه وابدا اتحرك بمقاس خط الكتف اهو، ماشيين بيه سوا مع بعض لغايه ما يتقابل مع خط ارتكاز الميل او خط ميل الكتف، وباخد ارسم خط الكتف بتاعي. انا كده
رسمت الكتف وقلت الكتف ده عبارة عن ايه؟ طول الكتف يا ولاد زائد 3 من 10 زائد 3 مللي. لغاية هنا انا تقريبا عملت 3/4 الخلف، فاضل فيه حاجة بسيطة. طيب بعدين قال لي لا لازم اكمل الامام وبعدين ارجع اكمل الجزء الصغير اللي فاضل عندي بالنسبه للخلف. ايه اللي انا هعمله؟ قال لي هبدا ارسم حرده الرقبه الاماميه. وبالنسبه لحرده الرقبه الاماميه كنت باخد هنا مين؟ قال لي باخد خمس الرقبه، برضو خمس محيط الرقبه، بس المره دي ناقص كام؟ قال لي ناقص نص سم، ناقص نص سنتي. وبعدين بنزل بالعمق بتاعها باخد خمس الرقبه ناقص 2 من 10 وبرسم دوران الرقبه بتاعي. طيب هرسم خط الكتف، ارسم الكتف ازاي؟ قال لي كتف الامام لما باجي ارسمه بناء على خط كتف الخلف انا بنزل تحته نص سنتي. المقاسات اللي انا بتكلم بيها مقاسات طبيعيه، مقاسات حقيقيه، احنا بعد ما بنطلع الناتج بنقسم على مقياس الرسم. باجي هنا كده انزل اسفل الخط ده مقدار نص سنتي وبمد خط بدون مقاس، مش لاخر البطرون ولا حاجه اهو. وبعدين باخد خط كتف الايه؟ الامام. طيب في حاجه هنا انا كنت هنا حددت مين؟ نص عرض الظهر زائد نص. هنا في الامام انا هاخد نص عرض الظهر برضو بس ناقص واحد، وبطلع عمود صغير الى اعلى تقريبا بمقدار تلت المسافه. وبعد كده بحدد هنا خط الكتف بتاع الامام. خط كتف الامام قلت ما فيهوش اي اضافات، خط كتف الخلف هو اللي فيه دايما الاضافه. وباخد ميل الكتف اهو وببدا ارسم دوران الكتف. لما اجي ارسم دوران الكتف مش هقدر اكمل، سوري دوران الابط مش هقدر اكمله. ليه؟ علشان في نقطه مهمه جدا لسه ما اتعملتش. هي مين؟ الخط الفاصل. لازم افصل ما بين الامام ما بين الخلف. فين الخط الفاصل؟ قال لي هاخد المسافة ما بين العمودين القائمين دول وهنصفها، وبعد ما نصفها هتحرك ناحية الخلف جهة الشمال قد ايه؟ نص سنتي، وانزل بخط رأسي لأسفل، وهو ده بيبقى مين؟ بيبقى الخط الفاصل يا ولاد. انا كده اقدر ارسم حردة الابط الامامية والخلفية. خلاص ليه؟ لان انا حددت هي هتنتهي فين وهتبدأ منين. وهاجي هنا هرسم اهو حردة الابط الامامية، ومن هنا برسم حردة الابط الخلفية. انا كده رسمت ايه؟ الباترون الاساسي للكورساج، خلصته، جاهز معايا. ده انا بناء عليه او عليه هو هقدر اوزع اي تصميم موجود عندي، فستان، كات، بكم، نص، اي حاجة، اي تصميم للفساتين الخاصة بالاطفال انا هقدر انفذها. على مين؟ على التصميم ده، على النموذج الاساسي للكورساج. بس هيختلف ايه؟ هيختلف الطول، والطول ده بحدده بناء على ايه؟ بناء على الموديل اللي هو مديهوني، وبناء على المقاسات، لان هو بيديني مجموعة من المقاسات. المقاسات دي انا ببدأ اخدها وهي دي اللي بقسم عليها. نشوف التصميم والموديل بتاعنا النهارده هناخد ايه. قال لي هاخد فستان، والفستان ده بتاع بنوته صغيره سن 5 6 سنين في مرض اهو. نشوف التصميم سوا شكله ايه وهنرسمه مع بعض اهو معايا. ادي الفستان اهو يا ولاد. ابدا اشرح لنفسي واحلل شكل الفستان. احلله ازاي؟ يعني اشوفه متكون من ايه. قال لي اهو ده الامام. الامام هنا فيه مرض، الزراير دي يا ولاد معناها ان في مرد، مرد بزراير. المرد ده بيبقى ايه؟ بيساعدني على عملية اللبس وايه والخلع الملابس، لان دوران الرقبة لوحده مش هيسمح ان انا اغير للبس، اغير الملابس بتاعتي او البس واقلع. امال ايه؟ قال لي عن طريق المرد انا بقدر ايه؟ اوسع دوران الرقبة واقدر ان انا ايه؟ اغير الملابس بتاعتي. او لو مش موجود مرد بضطر ان انا اعمل ممكن سوسته، انفذ سوسته، ممكن تبقى في الامام او في الخلف على حسب التصميم اللي موجود عندي. يبقى انا في عندي وسائل متنوعه او فتحات متعدده لايه؟ للتصميمات بتاعتي. يا اما بنفذ مرد امامي او مرد خلفي، والمرد ده بيكون ليه اشكال زي ما احنا شايفين في الموديل بتاعنا النهارده، هيبقى مرد بسيط خالص خالص. او ممكن بنفذها على هيئه مرد خلفي بالنسبه لفساتين الاطفال او في بعض البلوزات
الخاصه بالايه، بالبناويت الصغيرين شويه، ممكن بلاقي فيه مرد بيكون منفذ في البلوزه في ايه، في خط نص الخلف. طيب هبدا اشوف التصميم ايه تاني اللي بيقول لي عليه. قال لي اهو ادي مرد في النص، وفي هنا لو خدنا بالنا شايفين علامه الماوس بيعمل ايه، قال لي الخط ده المفروض خط الوسط، بس انا الوسط هنا اترسم فين؟ تحت. قال لي اه ده الموديل بتاع الفستان ده بوسط ساقط، الوسط لتحت شويه عند خط الارداف تقريبا. وفي ايه من تحت؟ في كشكشه غزيره، في كشكشه غزيره. طيب رسم الخلف؟ لا ما رسمش الخلف. امال ايه؟ طب انا اعمل ايه فيه؟ قال لي لا بص، ما دام انا عندي خط قصه سواء في خط الوسط او في خط وسط ساقط، القصه دي فيها كشكشه مش ممكن ما تكونش موجوده في الخلف، لازم موجوده امام وخلف، لان مش معقوله انا هعمل خط قصه وكشكشه في الامام وفي الخلف من ورا هسيبها صك فاضيه ما فيهاش حاجه. لا لازم تتناسب، التصميم نفسه يبقى فيه نوع من الايه، نوع من السيمتريه والتوازن، انه امامي زي الخلفي بالنسبه للقصات اللي فيها كشكشه. طيب انا عندي مرد في الامام، يبقى معقوله في حاجه في الخلف؟ قال لي لا، يبقى الخلف من ورا ما فيهوش اي حاجه غير بس القصه السفليه اللي فيها الكشكشه. نرسم باترونا؟ قال لي بنرسمينه خلاص، جاهزين احنا بالباترون. طب وهنعمل ايه؟ هبدا اتعود معاكم على اتفاقيه زي مجموعه الاتفاقات اللي كنا متفقينها قبل كده، اللي هي ايه؟ اي تصميم بيجي لي انا هرسم خط مسطره في نص التصميم. ليه؟ عشان اشوف مدى التوازن ومدى الانتظام. النص اليمين زي النص الشمال هشتغل على بطروني، لا حصل اختلاف النص ده مش متماثل مع النص ده، بعمل حاجة بعد شوية لما اكبر سنة ان انا برسم حاجة اسمها امام كامل. ليه؟ عشان الامام مش منتظم، مش متماثل النص، النصين بتوعي، فانا بعمل ايه؟ بضطر ان انا ارسم حاجة اسمها امام كامل. لكن انا هنا كده الامام بتاعي ماله؟ متماثل، النصفين زي بعض. طب نرسم الباترون بتاعنا، اهو رسمناه. ايه الفرق؟ ده فستان لكن ده كورساج، الكورساج ده وقف لغايه فين؟ وقف لغايه خط الوسط. امال ايه؟ قال لي لازم اطول الباترون. اطوله ازاي؟ قال لي هو مديني في المقاسات خط الوسط او طول، الطول من الوسط لغايه الارداف، وممكن يكون كمان مديني الطول من الوسط لغايه خط الركبه، ده او ده اوكي تمام، او مديني الاثنين، يبقى شكرا يا سيدي كتر خيرك. وهبدا انزل من عند خط الوسط الى اسفل. بس في حاجه صغننه، الاطفال الصغيرين احيانا نشوفهم كده ونعجب بيهم، بنلاقي عندهم كرش شويه، مش عشان هم يا حرام بياكلوا كتير ولا حاجه، لا ده لان معدتهم بتبقى صغنطوطه، فطبيعي الاكل بيبقى ايه، تلاقي المعده كده منفوخه شويه والبطن بتبقى فيه كرش صغنن، ونبقى مبسوطين بيهم ان الطفل متختخ. قال لي بس ده هيخليني لو انا نفذت الفستان او عملت بلوزه هتبقى مرفوعه شويه من قدام، فلازم اعمل تعديل. التعديل ده بعمل ايه؟ كل ده لازم اعالجه في الباترون. ما هو الباترون المفروض والتصميم بتاعي لما الطفل يلبسه او اي حد يلبس تصميم، المفروض انه يظهر الجسم بتاعي في احسن شكل. ده بالعكس، ده لو في عيوب في الجسم المفروض التصميم بتاعي يخفيها ما يوضحهاش. ليه؟ علشان الملابس بتظهر الانسان في صور مناسبه وصور لائقه وصور جميله. التعديل ده هعمله ازاي؟ باجي عند خط نصف الامام، الكرش ده في الامام يا اولاد، فانا بقى باجي عند خط نصف الامام وبنزل مقدار سنتي، ده مقاس طبيعي، تعالوا نعدل كده سوا مع بعض الايه، خط الوسط بتاعنا. اهو مين معايا؟ كله صاحي؟ برافو، حد ينام؟ هاجي هنا كده وهنزل بمقدار السنتي اللي انا عملته. ليه؟ علشان اريح بروز الكرش او بروز البطن عند الاطفال الصغننين، وبوصله بخط مستقيم. طبعا هو بيبقى طول بسيط خالص خالص، هو مقدار 1 سنتي، بوصله لغايه الخط الفاصل اهو، سواء بخط بالمسطره او بخط بايدي لين وخفيف ومنحني خفيف خالص اوكي مفيش مشكله. لو ايدي مش هتجيب مفيش داعي اوصله بالمسطره، افضل وانضف علشان خطوطي تبقى كويسه. القلم الرصاص، مش بشتغل بغير قلم رصاص، عشان لو حصل خطأ انا بعمل ايه؟ بصلح وبعدل، والقلم يكون مبري ونظيف، ولما يكون جنبي استيكة تكون نظيفة. ليه؟ علشان خاطر الباترون بتاعي يبقى شكله مناسب وخطوطي تبقى رفيعة، مش عايزة ابص الاقي القلم كأنه يعني انا بكتب بيه ليا سنتين والسن مش مبري، لازم خطوطي تبقى جميلة ونظيفة ورقيقة جدا زيكم كلكم. طيب
هبدأ أحدد الطول الكلي. الطول الكلي هو كان قايل لي إيه؟ قايل لي طول من الوسط للركبة 40 سنتي. 40 سنتي؟ طب تعالوا ننزل كده منين؟ من بعد السنتي اللي احنا عاملينه التعديل، بنزل بمقدار ال 40 سنتي بتوعي اهو، وباجي هنا انزل برضو مقدار ال 40 سنتي، وبقفل الباترون بتاعي. بعد ما انا قفلت هنا قال لي لازم اجي انزل بالخط الفاصل، ارسم خط رأسي اكمل الخط الفاصل عشان يبقى الباترون بتاعي واضح. انا هنا كده نزلت بالطول الكلي اللي مطلوب عندي. طيب التصميم، انت كنت بتقولي حاجة، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انا لازم اقسم الباترون نصين. هرسم الباترون ازاي؟ التصميم نفسه في نفس ورقة الامتحان بخط بالمسطرة كده انصف التصميم بتاعي. ليه؟ عشان اميز انا هرسم امام كامل ولا امام نص زي ما انا راسم الباترون بتاعي. طب نرسم الباترون ده سوا مع بعض، الموديل يعني نرسمه كده، عشان احنا مش هنقدر نرسم طبعا ايه على شاشه اللابتوب. هاجي هنا كده معايا اهو التصميم بتاع الفستان. انا كده بعمل ايه؟ التصميم اللي موجود عندي اللي هو موجود في ورقه الامتحان يا اولاد، التصميم بتاعي. باجي بالمسطره. على فكره هو انت بعينك وانت بعينك عادي تقسميه، بس انا ليه بقول كده؟ عشان احيانا في تصميمات بتبقى صعبه شويه او مليانه، فعشان خاطر ما تلخبطش. اهو ايه اللي حاصل؟ ده مرد موجود عندي في التصميم. المرد ده يا اولاد اوريدي هو موجود في النص ده، وطبيعي هو موجود من النص التاني، يبقى انا عندي في تماثل بين الجنب اليمين والجنب الشمال. هنا في كشكشه في النص اليمين وفي النص الشمال، مفيش فرق. امال ايه حكايه الامام الكامل دي؟ هقول لكم حته كده صغنونه عشان تاخدوا بالكم ايه الفرق، او ممكن اميزها ازاي كلمه امام كامل، او بتيجي منين امام كامل. نرسم تصميم تاني ونشوف ايه الفرق بين الامام الكامل وبين نص الباترون اللي انا برسمه معايا. اهو لو انا هرسم تصميم ممكن يكون تصميم فستان طفله برضو، بس ايه اللي حصل؟ عمل لي السفره كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي حاصل في السفره؟ جاب السفره على جنب واحد، على جنب من هنا. ايه ده؟ انا لو نصفت بالمسطره بتاعتي هل معقوله النص ده زي النص ده؟ استحاله. في الحاله دي انا بضطر اعمل حاجه اسمها امام كامل، ونبقى نتمرن عليه في مرات قادمه ان شاء الله. طيب نرسم التصميم بتاعنا. انا بصيت لقيت فيه رقبه مدوره في الفستان، وايه كمان؟ والفستان ما فيهوش كم كت اهو. لازم هعمل تعديل لحدة القبط، ولازم اعمل تعديل لحدة الرقبة. ايه ده؟ هو مش نفس الباترون؟ اي لا، الباترون اللي انا برسمه ده مجهز ومهيأ ان انا اركب فيه كولا للرقبة، ومجهز لحدة القبط ان انا اركب فيها كم. امال لما يبقى عندي كت؟ قال لي لا، ده لازم بعمله تعديل علشان الكتف يبقى مرتاح ويبقى شكله لائق. وايه تاني؟ قال لي لازم ارسم خط المرد، وايه كمان؟ لازم احدد خط القصه السفليه، وايه تاني؟ مقدار الكشكشه. كل ده انا لازم اعمله في التصميم. بعد ما اعمله هبقى الون بعدين. طب تعالوا نرسم التصميم بتاعنا حته حته. هعمل ايه اول حاجه؟ هعمل تعديل لخط دوران الرقبه. التعديل يعني التوسيع، اريحه شويه. التوسيع هيبقى مقداره 1 سنتي على خط الكتف يمين، و1 سنتي من عند ايه؟ خط النصف لاسفل. ونفس الكلام بالنسبه للامام وبالنسبه للخلف. تعالوا سوا نبدا نرسم التعديلات الخاصه بايه؟ بدوران الرقبه الاماميه والخلفيه. هقيس اهو من هنا من عند خط الكتف للداخل على خط الكتف كام؟ 1 سنتي، ده مقاس طبيعي. ونفس الكلام من عند خط النصف هنزل لاسفل مقدار 1 سنتي. طبعا احنا كده الدنيا كلها هتتلخبط ومش هنشوف. لا، انا هرسم بالقلم الرصاص وبعدين هبقى الون. فلما الون هعمل ايه؟ هشوف التصميم بتاعي والموديل واضح مع الالوان اللي انا بلونها بالقلم الخشب. بيبقى عندي قلم خشب، مش قلم فلوماستر ولا اي قلم جاف ولا اي حاجه، ما ينفعش، لازم قلم خشب. طيب ده بالنسبه لتعديل الرقبه الخلفية. تعالوا نعدل رقبة الايه؟ الامام. نفس الكلام على خط الكتف، زي ما دخلت هنا سنتي هدخل هنا سنتي.
وهتحرك على خط النصف سنتي لأسفل وارسم دوران الرقبة الجديد. رسمت دوران الرقبة الجديد. طب وبعدين؟ قال لي نفس الكلام بالنسبة لحردة الإبط، لازم أعمل لها تعديل. هدست تعديل حردة الإبط هيبقى مقداره قد إيه؟ سنتي ونص. هدخل على خط الكتف سنتي ونص، وهنزل على الخط الفاصل سنتي ونص، وبرسم حردة إبط جديدة أهو. بالنسبة لحردة الإبط دي مين؟ الأمامية. هرسم كمان للخلفية سنتي ونص للداخل وسنتي ونص الأسفل، وهرسمها طبعا بتبقى متوازية، متوازية يعني جنبها بس للداخل لجوه، عشان ده تعديل. أنا كده عملت تعديل رقبة الأمام، سوري رقبة الخلف، رقبة الأمام، حردة الإبط. إيه كمان؟ عندي مرض، نرسم المرض. إيه ده؟ ما ينفعش أرسم المرض دلوقتي. ليه؟ أصل لازم أحدد القصة، لأن المرد منتهي عند القصة. فين القصة هنا؟ قال لي هو كان قال لي هنا في التصميم أهو، تعالوا، كان بيقول لي إن هو مقداره 13 سنتي الأسفل. ماشي، أنا هنزل من هنا كده مقدار 13 سنتي، وأحدد خط القصة بتاعي اللي هي القصة السفلية، وبرسم خط أفقي. الخط ده مين؟ قال لي ده خط اللي هو من الوسط لغايه الارداف، خط القصه. نزلت قد ايه؟ نزلت 13 سنتي. طيب وبعدين؟ هنا دلوقتي انا ممكن ارسم خط المرد. على فكره المرد يا اولاد هو مقدار زياده بتبقى خارج خط نصف الامام. من بعد خط نصف الامام انا بطلع لبره البطرون مقدار 2 سنتي. طبعا دي ملابس اطفال، فطبيعي الازرار اللي انا بستخدمها تبقى مقاساتها صغيره، فعشان كده ممكن 2 سنتي ده بيبقى مقاس حلو جدا جدا. ممكن كمان بعد شويه نلاقي في القميص الفرنجي، لان الزرار بيبقى لونه خالص، بلاقيه مقدار سنتي ونص. المرد ده مقدار المرد. فما لو انا بشتغل على بلطو، ملابس كبيره، ملابس جواكت كبيره وازرار مقاساتها اكبر، ممكن الاقي مقاس المرد 3 سنتي واكتر من كده. يبقى لازم المرد بتاعي يبقى متناسب مع مقاس الزرار. احنا بنثبتها وبيبقى مقاس موحد حافظينه، مقاس المرد قد ايه، عرض المرد قد ايه، 2 سنتي. ده بيبقى برسمه ازاي؟ خارج خط النصف، بره خط النصف. المرد ده مقدار قماش. طب انا هل انتوا شفتوا في حياتكم اي قميص بتمسكيه او بتمسكه بتلاقيه طبقه قماش واحده، ولا بيكون فيه من ورا طبقه قماش متنيه؟ يعني معناها ليه حاجه اسمها بطانه داخليه. قال لي لازم المرد ليه بطانه، عشان كمان لما اركب الزرار يبقى القماش قوي ويبقى القماش متين. ماشي، بص الاقي الزرار بتاعي ماله، اتقطع بسرعه من طبقه قماش واحده. لازم القماش بتاعي يكون فيه مقدار بطانه، يبقى المرد ليه بطانه. البطانه بتكون قد ايه مقاسها؟ ضعف عرض المرد، ضعف عرض المرد. يعني المرد 2 عرضه، بطانته بتبقى 4، خارج بعد خط المرد. ايه ده؟ متسلسلين. وبعد كده بتوصل لغايه خط، لغايه خط ايه؟ خط الرقبه. تعالوا نرسم سوا مع بعض المرد ونشوفه هيوصل لغايه فين ومقاساته شكلها ايه. اهو هنرسم سوا. باجي هنا عند خط القصه بتاعي، وهطلع لبره خارج خط نصف الامام 2 سنتي بخط مستقيم، وبعد ال 2 سنتي بتوع عرض المرد هخرج لبره مقدار 4 سنتي مقدار البطانه. الكلام ده بنفس المقاس. هاجي هنا عند الدوران الرقبه الجديد اللي انا عدلته، مش القديم، القديم خلاص انا كاني مش شايفاه، مش هتعامل معاه. وهبدا ارسم 2 سنتي مقدار المرد بتاعي عرضه، وبطلع لبره. مش هطلع 4. ليه؟ اصلي انا هنا محتاجه انضف دوران الرقبه. يعني ايه انضفها؟ يعني اخليه قماش شكله نظيف وقوي ومتين وشكله لائق وشكله مناسب. طب انا هنضفه ازاي؟ قال لي بعمل له حاجه اسمها انفورم. انفورم يعني بطانه داخليه لتنظيف الحرادات. يبقى الانفورم عباره عن تنظيف ومقدار قماش زياده بيبقى عباره عن تنظيف للحرادات، سواء الرقبه او لحرده الابط. طيب هرسمه ازاي؟ قال لي كاني بشف دوران الرقبه كله وكرره الناحيه الثانيه، ويبقى هو ده مقدار الانفورم اللي انا باخده، وبيكون دايما عرضه على خط الكتف 3 سنتي. عرض الانفورم كام؟ 3 سنتي. طيب تعالوا نرسم كده مقدار الانفورم ده بعد ما ارسم خط المرد. تعالوا نرسم كام، نكمل شغلنا اهو. هرسم انا هنا كده مقدار المرد،
سوري معلش الخط طلع مايل، انا اسفه. اهو ايه الحكايه؟ اهو يا اولاد كده. ده مين قال لي ده مقدار المرد اللي هو 2 سنتي خارج خط النصف؟ البطانه تحت انا حددتها 4، لكن فوق، فوق هشف. ها مين هيشف معايا؟ اه هجيب شفاف واشف الجزء ده وكمان 3 سنتي على خط الكتف واكرره الناحيه التانيه، واخد 3 سنتي بتوعي اللي على خط الكتف واوصلهم بخط بالمسطره بالاربعه سنتي اللي تحت. الخط ده ممكن اثناء اللبس واثناء التنفيذ يبقى حاد شويه او يديني احساس بالايه، القماش مش مناسب، مش مرتاح من جوه في الفستان او في البلوزه بتاعت الطفل، فاعمل ايه؟ ممكن اعمل له دوران، دوران بسيط. اه اهو اخده كده بانحناء شويه وانزل بيه برده بكمل بخط مستقيم. يبقى كاني ايه، بعمل له نوع من التعديل، مش لازم اخده خط مستقيم. كده او كده دي صح ودي صح، ما فيهاش مشكله، عملتها خط مستقيم ورسمتها خط مستقيم تمام، عملت لها او رسمتها بانحناء بسيط تمام، مفيش مشكله. طيب انا عملت ايه؟ رسمت 2 سنتي مرد ورسمت مقدار البطانه. فاضل ايه تاني؟ قال لي ايه ده؟ التصميم بتاعنا اهو كان فيه ايه كمان؟ فيه كشكشه وفيه ايه تاني؟ وفيه زراير. زراير؟ وانا مالي بالزراير؟ لا ما انا لازم احددها، ما يصحش اسيب التصميم بتاعي من غير ما احدد اماكن الزراير. ليه؟ عشان دي علامات، العلامات دي انا وانا بنفذ هفتحها بالمكنه بتاعتي واعمل لها عراوي، يبقى انا لازم احدد اماكن الازرار اللي موجوده عندي واحدد مقدار الكشكشه اللي موجود في التصميم. كشكشه معناها قماش كتير، قماش كتير اجيبه منين؟ اه ده الورق اللي في ايدي والتصميم اللي في ايدي محدد، والجزء العلوي قد السفلي، هجيب له منين قماش زياده عشان اعمل الكشكشه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا وهبدا اقسم الجزء السفلي بخطوط راسيه. ليه اقسمه؟ علشان انا في الخط ده اللي انا هقسم بيه انا هضيف مقدار قماش زياده، وابدا اكشكش المقدار ده واركبه الجزء العلوي في السفلي فيديني مقدار الكشكشه اللي موجوده في الجزء السفلي. تعالوا نعمل التقسيم للجزء السفلي. اهو انا هقيس الجزء السفلي اشوفه مقاسه كام سنتي وابدا اقسمه. ممكن اقسمه على 2 على 3 مفيش مشكله، مفيش داعي نكتر قوي في التقسيم علشان الاجزاء بتاعت البطرون ما تكترش وتتعبكم في عمليه الايه، التعشيق بعد شويه. هاجي انا هنا كده ممكن اقسمه نصين بس مفيش مشكله اهو، وارسم خط راسي. واحده بتقول لي قليل يا مس، خلاص بلاش بلاش نقسمه على 4 ولا تزعلوا. بعد ما قسمت للنص اهو هنصف كل جزء مره تاني اهو، خليهم يا ستي ولا تزعلوا. ايه ده بس انا لما هاجي اركب الاجزاء العلويه في السفليه ممكن يحصل لخبطه؟ لا لا لا، ما انا لازم اعمل علامات تقابل اللي هي شبه اسم بنسميها راكوره، علامه تقابل، عشان لما اجي اثبت الجزء الامامي العلوي في الجزء السفلي يحصل ايه؟ يبقى الاجزاء بتاعتي متناسبه وصحيحه، وفي نفس الوقت الكشكشه تتوزع بصوره منتظمه، ما يبقاش كشكشه في حته اكتر من جزء تاني. وابدا ارقم الاجزاء بتاعتي ان ده امام 1، ده امام 2، ده امام 3، ده امام 4، طبعا ده غير الجزء العلوي اللي موجود عندي. الكلام ده كله فين؟ في الامام. لسه ما حددناش مين؟ الزراير. دايما الزرار العلوي يا اولاد بنزل مقدار نص سنتي، ما بيبقاش فوق خالص. اه بيعمل ايه؟ بننزل مقدار نص سنتي علشان راحه دوران الرقبه، ده بالنسبه للزرار العلوي. والزرار السفلي دايما لما بحدده بطلع من اسفل لاعلى، من اسفل المرد لاعلى وليكن 8 سنتي، ده بالنسبه للاطفال، او ممكن بيبقى اكتر من كده المقاس بتاعي لو في ملابس للايه، للسيدات او للرجال، لكن انا بتكلم على ملابس الاطفال كفايه من 6 ل 8 سنتي مقدار الزرار الاخير من اسفل لاعلى. وبعدين هقسم المسافه ما بين الزرار الاول والاخير، يبقى دي مسافه تتقسم تبقى متساويه عشان تبقى الازرار بتاعتي ماشيه بانتظام، ما بصش الاقي زرار قريب قوي من زرار وزرار بعيد شويه عن زرار، لا يبقى لازم متوزعين ومرسومين بطريقه منتظمه. تعالوا نحدد الازرار بتاعتنا. ادي الزرار العلوي. ايه ده؟ اوعوا تنسوا الزراير برسمها على خط النصف مش على خط المرد، اوعوا حد يرسمها هنا،
لو اترسمت العروة هنا او الازرار، ايه ده، هو انتوا شفتوا العروة والزرار متركبين في التانية، في خط التانية البلوزة او الفستان؟ لا طبعا، بتبقى على ايه، على خط النص. انا بنزل اهو مقدار النص سنتي وبحدد الزرار او العروة الاولى، وبطلع من تحت لفوق، برتفع من اسفل الى اعلى وليكن 8 سنتي او 6 سنتي، وبحدد مقدار اهو العروة بتاعتي. وبعدين اتفقت معاكو هقيس المسافة من الزرار الاول للاخير او من العروة الاولى للاخيرة، وهقسمها بمقاسات متساوية. هنا طلع عندي اهي، انا هقسمها بمقاسات متساوية وابدأ احدد الازرار بتاعتي. كل ده اتعمل فين؟ في الامام. في حاجة تانية؟ لا خلاص كده الحمد لله، بس في باقي بيانات، في باقي مقاسات. سوري، بقى في بيانات موجودة عندي لازم اكتبها على الرسم، ما سيبش الرسم بتاعي مبهم. ليه؟ لاني لما هاجي اوزع على القماش لو انا ما كتبتش البيانات دي هبص الاقي التصميم بتاعي باظ والدنيا اتلخبطت وركبت جزء مكان جزء. فانا لازم احدد البيانات بتاعتي واكتبها على الرسم ولون كمان الرسم بتاعي. نكتب باقي بياناتنا على ايه؟ على بطرون الامام. هاجي هنا كده، ده مين ده؟ قال لي ده خط نصف الامام، بكتب عليه خط نصف الامام. ودايما يا ولاد خط النصف بيكون ايه؟ نسيج طولي، وبما انه في مرد بيبقى مفتوح، في حين تحت في الجزء السفلي هو كان فيه هنا خياطة؟ لا. هو كان فيه هنا حاجة؟ لا. يبقى دي هنا مالها؟ دي بتبقى خط متني. الجزء السفلي هنا بيبقى خط متني. طيب ناخد الخلف، احنا اتفقنا الخلف ما فيهوش حاجة في الجزء العلوي غير التعديل بتاع الرقبة والقبط واحنا عملناهم. وفي ايه كمان؟ في خط القصة، دي موجودة في الامام وفي الخلف. بناء على القصة اللي انا رسمتها والخط اللي انا اخدته اسفل خط الوسط اللي هو خط الارداف، هقسم الخلف الجزء السفلي زي الامام بالظبط لاربع اجزاء اهو، وبقسمه بمقاسات متساويه، وبرسم علامات التقابل. بتساعدني في ايه؟ بتساعدني لما اثبت العلوي في السفلي تبقى الكشكشه منتظمه. ده هنا الجزء العلوي للخلف، بكتب عليه ان هنا خط نصف الخلف نسيج طولي ماله، ما فيهوش خياطه، الامام مفتوح عشان في مرد، يبقى الخلف بيبقى متني، الخلف بيبقى هتحط على قماش متني. وبكتب هنا خلف 1 2 3 4 ولون بطروني. انا كده خلصت مرحله اساسيه في البطرون بتاعي. تيجي نلون؟ اتفقت معاك، والامام باللون الاحمر. بلون ايه؟ الخطوط اللي بقص عليها، بلون الخطوط اللي بقص عليها اللي هي او اللي بخيط عليها او الاساسية. بلون هنا خط نصف الامام عشان ده اساسي عندي عشان احدد عليه خط الازرار. بلون خط المرد، بلون خط البطانة، الخط الفاصل بيبقى جزء احمر وجزء ازرق لانه خط مشترك، خط القصة كل ده في الامام باللون الاحمر الخشب، خط الكتف من عند القصة للتعديل، وهنا اهي، وخط الديل خط مقدار الكشكشات اللي انا هضيفه، وطبعا حردة القبط اللي انا عملت لها التعديل. انتوا مصحصحين معايا؟ اللي عملت لها التعديل. في حاجة تانية؟ قال لي لا لازم احدد علامات التقابل يا ولاد برضو باللون الاحمر علشان تساعدني لما اشف البطرون ان انا ايه الاجزاء بتاعتي ما تتلخبطش، وكمان احدد الازرار باللون الاحمر. طبعا البطرون بتاعي لازم احدد فيه خط اتجاه النسيج. خط اتجاه النسيج
لازم يكون موازي للبرسل، خط الفاصل موازي لخط المرد موازي لخط البرسل. انا كده عملت ايه؟ لونت بطرون الامام اللي موجود عندي. طيب الون بطرون الخلف عشان اجزائي برضو ما تتلخبطش. اهو الخط خط النص للخلف، خط القصة بس، خط الديل اهو، خط القصة، خط الكتف، والكتف لما برسم الكتف لغاية التعديل بس، خط حدة القبط، الخط الفاصل، وادي خط مقدار الكشكشات اللي انا هضيفها. انا كده الاجزاء بتاعتي كلها واضحة. في حاجة عشان تبقوا واخدين بالكم، الخطوط دي انا هنساها. قال لي لا، ما الخطوط دي انا ممكن اعمل لها ايه؟ احدد ان انا بعمل فيها قص. اهو علامة مقص. ليه؟ عشان اقول انا افكر نفسي لما اجي اشوف البطرون ان انا هقص هنا عشان اضيف مقدار الكشكشة، ونفس الكلام بالنسبة للامام ان انا هقص هنا علشان اضيف الكشكشة. في حاجة، انا في الامام رسمت تنظيف للرقبة، طب الخلف الرقبة هنضفها ازاي؟ قال لي بعمل لها حاجة اسمها انفورم اللي قلنا عليه من شوية، اللي هو عبارة عن مقدار قماش داخلي بنضف بيه الرقبة، دوران الرقبة، وبنضف بيه حردة القبط. طيب نرسم الانفورم ده، قلنا مقداره كام؟ قال لي 3 سنتي، وهنا كمان هاخده مقداره 3 سنتي. اهو برسمه الاول طبعا بالقلم الرصاص على خط الكتف 3 سنتي للداخل، ومن على خط النص، وارسم مقدار الانفورم. ونفس الكلام بالنسبة لحدة القبط، لاني مفيش كم، انا بعمل الانفورم وبنفذه علشان مفيش كم، وبعمل الانفورم للرقبة علشان مفيش كولا. نخلي بالنا الانفورم لازم ارسمه في الباترون بتاعي مدام انا مفيش عندي كم او كولا. الانفورم بيبقى عبارة عن مقدار داخلي انا بشفه اهو للرقبة وللايه وللقبط، وباخده وبشفه في الباترون بتاعي، ولما باجي الونه بلونه على هيئة خطوط مش متصلة، علشان ايه؟ علشان ده انا بشف الجزء ده اضافي وخارجي. ونفس الكلام بالنسبة للانفورم القبط، ونفس الكلام اهو بالنسبة للانفورم الامام. واحدة تيجي تقول لي ايه؟ طب احنا ما عملناش ليه انفورم رقبه الامام؟ اقول لها انت كنت نايمه، ما احنا قلنا اهو انا كده بالايه بالمرد والبطانه انا نظفت الرقبه في الامام بايه بامتداد المرد نفسه. الباترون بتاعي اصبح كله كامل الاجزاء ومتلون. هنعمل ايه؟ هنبدا نقص نشفه، ونبدا نشرح على الالوان الخارجيه وعلى الخط الفاصل وعلى خط القصة. تعالوا نشوف الأجزاء بتاعتنا أهي، نشيل الباترون ده كده ونبدأ نشوف الأجزاء اللي احنا هنعمل لها حاجة اسمها إيه؟ هنعمل تعشيق. يعني إيه تعشيق؟ يعني توزيع أجزاء الباترون على قماش. قماش إيه؟ قماش وهمي بيني ما بينكم، وهمي، لكن هو في الحقيقة أنا بعمل قماش فعلا بمقاسات فعلية لو أنا عندي الطفل موجود والمقاس بتاعي حقيقي وأنا رسمته على فرخ ورق كبير. طيب التعشيق ده بنقول بنوزع أجزاء الباترون على القماش. في حاجة، في عندي نوعين من التعشيق يا أولاد، أحيانا يقول لي تعشيق فردي، وأحيانا يقول لي تعشيق بطريقة المصنع أو بالجملة أو إجمالي. ايه ده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لي لما يقول لي تعشيق فردي معناها ان انا في البيت بنفذ قطعه واحده لاختي اخويا ابني بنتي كده. فبعمل ايه؟ بيكون القماش لما باجي استخدمه بستخدم قماش متني، بتني القماش نصفين. لكن في حاله التعشيق في المصنع بيبقى القماش مفرود من البرسل للبرسل. وطبعا هناخد الفرق واضح ما بين الاتنين. خلينا النهارده بس في التعشيق بالطريقه الفرديه، ان انا هستخدم قماش بالطريقه المتنيه اللي هو القماش الفردي. طيب اهو احنا طبعا نبص هنا كده على التصميمات بتاعتنا، ادي الموديل بتاعنا اهو بعد ما خلصناه، واحنا كمان كملنا عليه وعملنا الانفورم فيه ولونا الاجزاء بتاعتنا. المفروض ان انا هعمل ايه؟ هشف الباترون وابدا استعد لعمليه التعشيق.
هستخدم قماش عرضه كام؟ اهو بص بص، قال لي ايه؟ اهو قماش عرض 90 سنتي. طيب 90 سنتي، حاضر. وقال لي ماله؟ قال لي التعشيل بالطريقة الفردية، طريقة فردية. طيب 90 سنتي، يعني انا هاتني القماش نصين، هاتني القماش نصين، يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا 90 دي مش هتبقى 90. اهو تعالوا كده، لما يقول لي الطريقة، سوري، لما يقول لي الطريقة الفردية هقول له انت بتقول لي القماش كام؟ 90 سنتي، انا هاتني القماش ده نصين، يبقى المفروض ان انا هرسمه كام؟ 45. ده حقيقي 45، هيبقى القماش فعلا 45، بس انا شغال بمقياس رسم، انتوا ناسين؟ طب انا شغال بمقياس رسم كام؟ 1 لـ 2، 1 لـ 2. لو مقياس رسم 1 لـ 2، يبقى انا هرسم القماش بتاعي 22 ونص. لا ده انا هنا مصغره قوي وشغاله بمقياس رسم 1 لـ 4، يبقى انا هرسم القماش بتاعي مقاسه كام؟ 11 وربع. ايه ده؟ انا هرسم قماش عرضه 11 وربع. طبعا اهو برسم القماش 11 وربع، وبنزل الطول غير محدد لاخر الصفحه، لاخر الورقه، على حسب امكانياتي اللي موجوده عندي اهو. وبكتب على القماش يا اولاد من هنا ان هو متني، واكتب هنا كام؟ لا اكتب ال 45 عشان اقول له ده متني والقماش كان 90، ما بكتبش ايه ال 11 وربع دي بيني وبينك وده مقياس الرسم، واكتب هنا 45 سنتي. والطرف الثاني من القماش بكتب كام؟ بكتب برسل، يعني القماش انا تنيته نصين، الناحيه دي بقت البرسل فوق البرسل، ومن الجنب ده القماش بتاعي متني. طيب الاجزاء بتاعتنا المفروض اكون شفتها كلها، اهو نشوف الاجزاء كلها شفناها، ادي الامام وادي الخلف، ادي الجزء السفلي للامام، ادي الجزء السفلي للخلف، وادي الانفورم الخاص بالإبط الامامي والخلفي، وكمان المفروض الانفورم الخاص برقبه الخلف. لما اجي اوزع لازم اوزع الاجزاء الكبيره الاول وبعدين اوزع الاجزاء الصغيره. طيب وايه كمان؟ قال لي بلاش نقطع، بلاش نقصقص الاجزاء كلها مره واحده عشان ما انتهش. الجزء اللي ناخد علاماته احطه على جنب واكمل الجزء اللي بعده. انا كنت قايله ان انا عندي خط نصف الخلف نسيج طولي ماله؟ متني. اشوف انا كاتب هنا على القماش ايه؟ اهو ده الجنب المتني. طب ابدا احط الباترون بتاعي. لما اجي اوزع لازم اوفر اكبر كميه قماش، ما ينفعش اهدر في القماش. ليه؟ ده قماش بفلوس. وبعدين ده ممكن القماش اللي يزيد اعمل منه قطعه فنيه تانية او استخدمه في حاجه تانية، يبقى انا لازم اوفر قماش. ولو في المصنع ده انا كل ده محسوب عليا ولازم ايه؟ اوفر قماش عشان ارفع من نسبه الارباح اللي بتعود على المصنع بتاعي. طيب لما بحط الاجزاء وبوزعها على الخط بالظبط ويدوب من اعلى، ده انا لازم ابدا ان انا اخد الاجزاء بتاعتي دي اشفها، احط نقط كده واشف الاجزاء بتاعتي اهو يا اولاد، وبعد ما بشفها اعمل ايه؟ اخد مسافه الخياطه. قد ايه مسافه خياطه؟ سنتي من جميع الاتجاهات ما دام مش تانية. لو عندي خط الديل هاخد له تانية، لكن انا هنا مفيش تانية فبعمل ايه؟ باخد سنتي خياطة من جميع الاتجاهات. اهو السنتي بتاعي، الجزء اللي بالمسطرة باخده بالمسطرة، والجزء اللي بدوران باخده بالدوران اهو. ومن هنا ادي مقدار السنتي. لازم عشان اخد اجزائي لازم اعمل كده واكتب على الجزء ده ان ده الخلف. انا كده وزعت الخلف خلاص، المفروض ان انا هعمل ايه؟ هاجي اخد الامام. الامام كان على ايه؟ ده مرد وقلنا مفتوح اهو، ما ده القماش ده برسل، انا ممكن احط الامام بتاعي هنا في المكان ده، واخد العلامات بتاعتي زي ما اخدت في الامام في الخلف، وكمان اخد مقدار الخياطه، انا بحط على القماش عشان اضيف مقدار خياطه. وبعد كده قال لي باجي هنا اعمل ايه؟ بالنسبه للاجزاء السفليه انا هشق الاجزاء دي اهو وهبدا اوزعها. لما اجي اوزعها
انا بحط الجزء بتاعي، بنزل شوية علشان انا هضيف مقدار كشكشة، باخد العلامة يا ولاد احط خط مستقيم، واخد العلامة بتاعت الجزء الاولاني، مقدار الكشكشة اللي هضيفه من اعلى هيبقى 2 سنتي، ومن اسفل بيبقى 4 سنتي. فبص الاقي الباترون بتاعي عمل ايه، اخد وضع ميل، فلاقي ان الاجزاء بتاعتي بدأت تميل اهو. لما احط الجزء اللي بعده هلاقيه بدأ يميل معايا، عشان ده 2 وده 4، واخد الاجزاء وهكذا 2 4، ابص الاقي باتروني يبدأ ايه، ياخد انحناء، بعمل تعديل واخد مسافات خياطة للايه، للجزء السفلي، واكرر تحته الجزء سوري الجزء السفلي ده الخلف، واكرر زيه بالظبط الجزء الايه السفلي الامامي. بيفضل عندي الانفورم، باجي هنا في الانفورم بتاعي وابدا ان انا احطه فين، هوزع الانفورم بصوره راسيه هنا، اخد الانفورم واسيب له مسافات خياطه من ايه، من جميع الاتجاهات. المفروض ان انا بعد ما بوزع الباترون بتاعي كله اعمل ايه، اقفل القماش للاخر، واقيس الطول ده اللي انا استخدمته، واقول له ان كمية القماش للفستان بتساوي الطول اللي انا اخدته في مقياس الرسم اللي هو ان كنت شغالة بيه، سواء 2 او 3 او 4. بكده احنا عملنا، رسمنا باترون ورسمنا التعشيق وحسبنا كمية القماش المطلوبة لتنفيذ الموديل بتاعنا. عايزاكم تتمرنوا على موديلات متنوعة، وإلى أن نلتقي الأسبوع القادم، باي باي.